كل الستات والبنات بيتمنوا ان يكون شعرهم ناعم خالي تماما من اي تمويجه ومن اي تجاعيد، علشان كده بيلجأوا لمستحضرات التجميل، ومستحضرات التجميل فيها الجيد وفيها السيء، وللاسف البنات بتلجأ للسيء من غير ما تعرف ايه اضراره نتيجة لان ثمنه بس رخيص. النهاردة من خلال فقرتنا انت احلى مع زينة هنعرف ايه الفرق ما بين الكرياتين والبروتين مع خبيرة التجميل سمر طاهر. اهلا بيكي معانا يا سمر، وكل سنة وانت طيبة. اهلا بحضرتك وانت طيبة. اهلا بيكي. اهلا بيكي سمر. قوليلي ايه الفرق في البداية ما بين الكرياتين والبروتين؟ هو البروتين هو الجيل المتطور من الكرياتين، او في نسبه ريتمان اكتر للشعرايه، او في نسبه ريتمان بتاعه اكتر للشعرايه، وفي بيحتوي على كذا عنصر بيفيدوا الشعر مهمين جدا. زي ايه؟ زي الكشمير والارجان والصويا وعناصر كتير جدا. طب ده البروتين. ده البروتين. وفي كمان منتج برضو، منتجات كرياتين برضو نازله معدله كويسه جدا، خاليه من الفورمالين، بتعالج الشعر من التقصيفه والهيشان، بيفضل مده تريتمنت بتاعته على الشعرايه من 6 لـ 8 شهور، وممكن كمان اطول لو حافظنا عليه باستعمال افتر كير معين للشعرايه. انت يا سمر اول ما بيجيلك البنت او الست، ايه المحاذير اللي انت بتبتدي ان انت تسالي عليها؟ يعني لو مثلا عندها مرض جلدي في شعرها، عندها مرض ما. تمام. طبعا اول حاجه بنشوف صحه فروه الراس كويس جدا. في ناس عندهم نوع من انواع الحساسيه في فروه شعرهم، بتكون في زي احمرار او بقع او ورم او قشره زياده عن اللزوم، فكل ده لا طبعا بتلجا الاول عند دكتور جلديه نعالج كل الكلام ده، ونبدا بعد كده نطبق البروتين او العلاج بتاعنا، يعني على حسب نوع الشعرايه. الفورمالين بقى يتعرف ازاي؟ النوع الكويس اللي ما فيهوش فورمالين والنوع التاني اللي فيه فورمالين. انا شايفاكي جايبه عينات معاكي. تمام. دول نوعين. نمسكهم ونوجههم للكاميرا بعد اذنك. دول نوعين. ده بروتين. امسكيهم في ايدك كده يا سمر. ايوه. دول النوعين دول. ده بروتين. في نسبة تريتمنت اكتر بكتير من الكرياتين للشعراية. بس في بعض الناس ميلي كده يا سمر عشان نشوفه. ايوه كده. بس في بعض الناس ما ينفعش نستخدم معاها البروتين ده، لان بيبقى اصلا شعرهم دهني جدا. الشعر الدهني ما يستخدمش فيه. لا بلاش نسبة الزيوت العالية، عشان في ناس بتتضايق لما شعرها يبقى دهني زيادة عن اللزوم. ده برضو كرياتين، نفس المنتج، نظيف جدا، زيرو فورمالين، للسيدات الحوامل والاطفال من 4 سنين، امن جدا عليهم وبيجيب نتائج كويسه جدا. مفيش خطر على الحوامل اطلاقا؟ لا خالص تماما. اتفضلي. المنتج امن جدا، واحنا مجربينه اكتر من مره للسيدات الحوامل، ممتاز جدا، امن بشكل نهائي. طب والاطفال؟ يعني الاطفال ما احنا بنسيبهم على طبيعتهم لغايه ما يكبروا مثلا بعد سن البلوغ، واذا كانت حابه انها تعمل حاجه تبتدي انها تعملها. تمام. بس في اطفال امهات بتواجه مشكله كبيره جدا، بقى الشعر متعقد قوي، بقى البنت ذات نفسها اصلا بتتعب، بيبقى حته التسريح. طبعا بتبقى بالنسبه لها زي عقاب. فده طبعا بيريح طبعا من كل المشاكل دي، غير ان هي بقى البصيلة اصلا بتاعت الشعراية ممكن تبوظ من كتر الشد بالمشط والتقصيفة اللي في الشعراية. البصيلة ممكن تتضرر. احنا معانا مجموعة من الصور يا سمر، كلمينا بقى عن كل صورة معانا شايفاها كده اهي معانا على المونيتور. تمام. بص حضرتك، دي صور قبل وبعد. الصوره اللي فاتت. الصوره اللي فاتت دي قبل وبعد. الشعرايه دي كانت بصي حضرتك هايشه ومتقصفه، حتى اللون لما جت تصبغه ما طلعش كله درجه واحده، لان شعرها اصلا تعبان. شويه خد اللون وشويه لا. ده عملناه بالبروتين، ودي النتيجه وهو مبلول على طبيعته.
عملت تريتمنت للشعرايه ممتاز حلو جدا يعني. يعني انت ما بتعالجيش الشعرايه الاول من التقصيف من خلال حمامات الكريم وحمامات لا هو والزيت؟ هو في نسبه العلاج المناسبه الكويسه جدا لاي شعرايه، هو مش شرط على فكره الشعرايه دي بس، كمان في حتى من ناس بتجيلنا شعرها ناعم جدا، بس طب هايش واللي شعره ناعم بيجي ليه؟ هايش الشعرايه هايشه جدا، فبتضطر ان احنا نعمل لها نسبه يعني بروتين، بس بتبقى يعني كله علاج للشعرايه ما طب فيهوش نسبه فرق. كلمينا على الصوره اللي قدامنا دي. الصوره دي البنت دي كانت عامله شعرها بيرملانت اكتر من مرة، يعني شعرها كان بايظ ومتقصف جدا، فرد بنسبة 90% من البروتين. الناحية اللي على اليمين السوداء قوي دي، دي بعد لا انا قصدي العكس. ايوه دي قبله ودي طبعا ودي بعد. بعد. ده عملناه لها برضو، ادى معاها منظر حلو جدا، وكمان عالج شعرها كتير. يعني هي كده تفضل من 6 شهور لثمان شهور شعرها ليس، ومش محتاجة انها حتى تروح للكوافير مرة تانية؟ لا 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 مش محتاجة خالص، بس في بعض الحالات شعرها ما بيجيش بالنسبة الفرد دي من اول مرة، في حالات بتبقى التجاعيدة بتاعت الشعراية عنيدة جدا وقوية، يعني شعراية التجاعيدة بتاعتها صعب ان هي تتفك من اول مرة، دي بنعمل لها يعني جلسة، وبكون طبعا انا قايلة للعميل هو بعد 6 شهور نقدر نديلها جلسة تانية، ولو في إمكانية ان هي تبقى قبل 6 شهور فتبقى أحسن طبعا. طيب معانا الصورة دي. تمام. دي معمولة هنا بقى اختلاف بالكرياتين. جامد قوي. طبعا انا كمان ببقى قصدي اجيب النتيجة وهو مبلول علشان خاطر إن يعني تبقى اوضح. دي عاملة بالكرياتين برضو، كانت استخدمت بعض يعني الحاجات اللي هي بتفرد الشعر الرخيصة والكلام ده، برضو كان شعرها من جوه اصلا مقطع، يعني كله حتت كده وصغنطوطة يعني. لكن الكرياتين او البروتين ما بيغمقش الشعراية؟ لا هو بيفتح الشعراية الطبيعية لما بنيجي نعمل عليها التطبيق، بتفتح لمدة انما الشعر المصبوغ فبيفتح درجتين. طب يعني نقول مثلا واحده رايحه تعمل شعرها، تمام، تعرف ازاي ان المنتج اللي قدامها هي ما هياش مش متخصصه، تعرف ازاي؟ هل تقرا المكونات بتاعت العبوه نفسها، ولا تعرف من الريحه، ولا هقول تعرف ازاي؟ لحضرتك هو سهل جدا ان اي حد يكتشف الكرياتين او البروتين اللي فيه فورمالين، اولا لان ريحه الفورمالين نفاذه جدا جدا، ومسافة ما بتبتدي ان هي يدوبك بس تبتدي ان هي زي موجود كده يعني، توزع او تحط حبة في الطبقة وتبتدي تشتغل، عينيها بتدمع كتير قوي، بيحصل لها زي رشح. انا اعرف ناس عينيها ورمت، ما العين والقورة نفسها ورمت جامد. طبعا في عندنا يعني حساسية، طبعا الناس اللي بيعانوا من حساسية في عينيهم وجلدهم بيبقى حساس، طبعا الفورمالين بيبقى بيضر جدا جدا الكلام ده جدا يعني، بس الناس بتسترخص ده يبقى سعره اقل شوية. طيب الصورة اللي معانا دي دلوقتي، دي في فرق كبير قوي اهو. طبعا هي دي برضو الحمد لله جت كانت عاملة شعرها فرد بس كان بيتساقط جدا جدا، وجات لي ومرضتش اعملها من اول مرة، طبعا قلت لها استني يعني شهر، تعالجت عند دكتور خدت علاج، لقيت الشعرية كنت حضرتك تمسكيها تقع، فتعالجت خدت علاج وبعد كده بدأنا بالتطبيق. بس انا متخيله يا سمر ان بعد الكرياتين او البروتين الشعر ما بياخدش الشكل الحلو بتاعه، ما هو ممكن الشعر يبقى ليس قوي ومفرود لكن مش واخد الفورمه بتاعته الحلوه. الهيلسي او حتى لو قصير ما ياخدش مثلا البومبي بتاعه الحلو. لا لا طبعا هو البروتين اللي موجود معانا في نوع من انواع الكولاجين، بيفرد الشعرايه وبيديها نوع من انواع الفوليوم شويه، وبيدي بالعكس بيدي شكل صحي جدا جدا للشعرايه، تحس ان هو شعرها كده طبيعي. بس هي المشكله اللي ممكن تواجه شويه ان الاطراف،
طبعا الاطراف بتبقى ضعيفة جدا، فاحنا ما نقدرش نتنيها زيادة عن اللزوم بالمكوى. فالاطراف ممكن بس تبقى واقفة بسيط، ودي حلها سهل جدا يعني، لو بوكلاية لفت عليها اي حاجة كده بتبقى تمام. طيب في معانا كمان صورة تانية، بصي دي يا سمر، تمام. دول دي انا تلاتة جايباها، كده واحد. انا جايباها 3 مراحل. دي قبل وبعده هو ناشف، بس انا ببقى قصدي اجيب الشعرايه وهي مبلوله علشان خاطر الناس تتاكد ان شعراي فعلا اتفردت، ده مش سشوار وبس. برضو البنت دي كانت ما عملتش اي حاجه في شعرها، بس يعني ما عملتش اي فرد، بس الصبغات كانت مبوظه لها شعرها جدا. الصبغة انواع صبغات مضره. طبعا معظم الستات في البيوت بيبداوا ان هم يجربوا على نفسهم، فشعرها كان تالف للاخرين. طب الشعرية الجديدة اللي بتطلع بقى بتطلع خشنة ولا بتطلع ايه وضعها؟ هقول لحضرتك، هي بتطلع نفسها هي، مش بتطلع مفروده، لكن بيبقى فيها نوع من انواع العلاج، بيبقى فيها نوع من انواع التحسن في الشعراية اللي طالعه جديده. اولا لان يعني نكتفي بان احنا نستخدم للكرياتين او البروتين شامبو معين، فري سلفات وصوديوم، ده لوحده عنده القدره ان هو يحسن الشعرايه اللي طالعه جديد، بس مش فرد. يعني المنظر الاولاني اللي هو الهيشان والتقصيفه العميله ما بتشوفهوش خالص تاني. ونبدأ بعد تالت جلسة، يعني تالت مرة تعمل فيها التطبيق، فعلا تشوف بقى الشعراية اللي طالعة أحسن بكتير. يعني مش بأي شامبو بعد الكرياتين والبروتين يتغسل، لا 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 بأنواع طبعا، بعينها. طبعا في أنواع معينة لازم نستخدمها، لأن معظم الشامبوهات اللي في السوق فيها سلفات وصوديوم، ودول لوحدهم بيوقعوا الكرياتين الطبيعي اللي على الشعراية. فيستحسن ان احنا طبعا نستخدم حاجات تبقى فري سلفات وفري صوديوم، حتى للي مش عايز يعمل خالص، يعني حتى اللي مش عايز يعمل خالص يجيب شامبو نظيف وبلسم كونديشنر يعني، ويبتدي يستعمله، هيبقى احسن. جميل قوي سمر. طب قولي لي بقى كده في عجاله، ايه الماسكات الطبيعيه المفروض او حمامات الكريم للشعر بعيدا بقى عن الكرياتين، واللي مش عايز يعمل كرياتين وبروتين؟ تمام. الزيوت الطبيعيه طبعا مفيش شك ان الزيوت الطبيعيه ممتازه جدا، زي زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الجوجوبا، كلها انواع حلوه جدا جدا. بنبتدي ان احنا نجيبها بنسب متساويه ونخلطها على اي نوع ماسك عندنا، نعمل بيه الشعرايه لمده 3 ساعه بعد الشامبو. نسيب الماسك بس 3 ساعه، طبعا الشعرايه بتتغير تماما. سمر الحقيقة العناية بالشعر اعتقد ان المفروض انها تبدأ من الصغر، ما تبدأش من ان الواحد وهو كبير. لا طبعا يا ريت. طبعا يبقى ده يستحسن كتير، طبعا الام تعتني بشعر بناتها وهم صغيرين، حتى لو البنت ما عندهاش القدرة، لان طبعا بيبقى في ترسبات، يعني كل ما البنت تكبر وشعرها هي اصلا هتاخد على شعرها كده. يعني يستحسن طبعا احنا نعتني بتوعية للبنات كلها. جميل. خبيرة التجميل سمر طاهر، ميرسي لوجودك معانا، وكل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة، اهلا بيكي. ميرسي، ميرسي لوجودك. بنتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهاردة، وان شاء الله هنشوف المطبخ مع الشيف حسين بعد فقرات قليلة ان شاء الله.